عرب وود وجديد الاخبار العالميه والعربيه. خليلي ازيك؟ ازيك يا جوري، واهلا بحضراتكم، ويلا بينا نبدا حلقتنا واخبارنا للنهارده. هل رامي عياش هو الوزير المرتقب؟ اوعى تسيبني يا حبيبي. نجوم الفن يدعمون اطفال مرضى السرطان بفكر جديد فيها معاني كتير قوي من وراها. يعني الجارة عنوان فؤاد عبد الواحد خلال الفتره المقبله. انا كنت اتحدى نفسي فيه. Prince of Persia من ألعاب الفيديو إلى السينما. The gods have a plan for you. A destiny. نجوم الفن والموضة في الدورة الرابعة لعرض أزياء International Fashion Award. الأزياء مهمة جدا في حياة أي فنان. هاني سلامة متعطش للسينما بعد غياب 8 سنوات. لالا علوي تستعيد ذكرياتها مع فيلم المصير. فيلم المصير يعمل بهجة. جوانيس بالترو تفضل فالنتينو. فكرة جديدة يمكن ما خطرتش يوم في بالي أو في بال أي حد، وهي إنك تعمل فرح خيري. طبعاً كلكم استغربتوا اللي أنا قلته، بس هو ده فعلاً اللي حصل، لأنه تم دعوة عدد من الأطفال المصابين بسرطان من مستشفى 57-357، وده لحضور حفل الزفاف اللي في نفس الوقت حضر نجوم كتير من الوسط الفني. والمعادلة دي حصلت ليه؟ حصلت علشان الأطفال دي تعيش يوم مختلف كله فرح مع العروسين وسط النجوم اللي استغلوا الفرصة دي وتبرعوا للمستشفى. بروح إيجابية احتفل أحمد أبو حمور وسالي الخولي بزفافهم، وحبوا أنهم يشاركوا فرحتهم في اليوم ده أطفال مستشفى 57-357، واللي حضروا عدد كبير من نجوم الوطن العربي. وشجع النجوم الموجودين فكرة الفرح الخيري واتمنوا انتشارها، وكمان عبروا عن فرحتهم بالأطفال. دي حاجة عظيمة، يعني ان انا اتبرع باللي انا كنت هعمله فرح المستشفى 57-357 فيها معاني كتير قوي من وراها. يعني هلا اول شيء بدي اقول كلمتين حلوين، يعني الفرح دايما اسمه فرح، بس لما يكون فرحين هون صار الفرحة كبيرة كتير. يعني اول فرحة عنا عرسين حلوين احمد وسالي، الله يهنيهم يا رب، بقول له ان شاء الله بتتهنوا. الفرحة اللي عنا إياها كمان أكبر عنا وعند العرسين هي وجود أطفال من مستشفى مرضى السرطان. أنا أول ما وصلت للدعوة وقالوا لي شو مناسبة، هلأ أول شيء استغربت أنه في حدا عم بيعمل فرح وبنفس الوقت بده هيدا الفرح يكون عم بيشارك فيه أطفال مصابين بالسرطان. يعني أغربت الفكرة مشجعة لها، بس أنا بشجع كل الأعمال الخيرية اللي عملوا سالي وأحمد، بجد يعني حاجة حلوة قوي، وان شاء الله مردود لهم بالخير جدا. انا بحييهم بصراحه وربنا يبارك لهم دايما. انا نفسي استغربت للفكره انه يوم فرحك انت فكرتي انك انت تخلي ناس معينه زي مرضى السرطان حبيتي انهم يحضروا معاكي فرحك، وان دي حاجه هتسعدك. مناسبه جميله جدا، فرح اصدقائي اردنيين وناس يعني بتفعل الخير كتير جدا. مش قادره اقول لك دخلت الاطفال علينا والفرحه والرقص والغنى معاهم كان شيء ممتع. وجدول اعمال النجوم الفتره اللي جايه مشغول جدا، فعرفنا الجديد عندهم. داخل فيلم متاخد عن ترويد النمره، هطلع انا وساره بنتي، هنطلع انا باباها في الفيلم. عندي اغنيه اسمها قلبي داب، كلمات نزار فرانسيس، ألحان عادل العراقي، توزيع طوني سيبا، سجلتها بلبنان، صورتها فيديو كليب، المخرج إدوار بشعليني. رح يكون عندي عمل بمصر، ورح يكون عندي فيلم سينما ومسلسل بلبنان الجزء الثاني. الألعاب الإلكترونية بقت مصدر وحي لصناع السينما، وشفنا أفلام كتير كانت في الأساس فيديو جيم وبعدين شفناها في السينما زي أساسن كريد وبرنس أوف بيرجيا. لعبة رامبيج من الألعاب الكلاسيكية يلي صدرت بعام 1986 وانتظرت لغاية عام 2018 ليتم تحويلها لفيلم من بطولة دوين جونسون ونايومي هاريس، ووصلت إيرادات الفيلم لأكثر من 400 مليون دولار حول العالم. Okay. Very funny. You and I laughing at your joke. New guy, he no laugh. He cry.
أما لعبة Prince of Persia يلي صدرت عام 1989 وحققت نجاحات كبيرة لكل إصداريتها، فقد تحولت إلى فيلم بعام 2010 بعنوان Prince of Persia The Sands of Time. الفيلم قام ببطولة جيك جيلنهال وواجه انتقادات كتيرة بسبب عدم ملائمته لشكل الشخصية، فيما دخل العمل موسوعة جينيس لكونه الأكثر تكلفة بين الأفلام المأخوذة من ألعاب إلكترونية. The gods have a plan for you. A destiny. I've seen its power with my own eyes. بينما صدرت لعبة الرعب Resident Evil عام 1996 وتحولت بال2002 إلى سلسلة أفلام جاوزت إيراداتها المليار دولار، ووصل عددها إلى 6 أفلام من بطولة ميلا جوفوفيتش. أما لعبة Assassin's Creed فتم طرحها للمرة الأولى عام 2007 وصدر منها عدة إصدارات وتم تحويلها لفيلم بنفس الاسم عام 2016. الفيلم قام ببطولته مايكل فاسبندر وماريون كوتيار، ولكنه ما نال إعجاب الجمهور أو النقاد. Welcome to the Spanish Inquisition. This is أخيراً لعبة الموبايل الشهيرة Angry Birds يلي صدرت بعام 2009 وتحولت إلى فيلم كرتوني بعام 2016، وقام بالأداء الصوتي له عدد من النجوم من بينهم جيسون سوديكس ومايا رودولف، وما زال بالقائمة كتير، كما مننتظر عدة أفلام من هالنوعية بالأعوام المقبلة. You are near, just like me, they love. بعد الفاصل، ليلى علوي تحتفي بيوسف شاهين في كارتاج. كنا في مهرجان كان، اخذ الجائزه على مجمل اعماله. فؤاد عبد الواحد يتالق في حفله بدبي. شرف كبير انه انا اكون في اولى حفلات افتتاح القريه العالميه. مشاهير العالم يفضلون فالنتينو في حفلات زفافهم. منافسه قويه بين اشهر المصممين العرب في انترناشونال فاشن اوورد. مشاركتي هالسنه مختلفه. اجتمع أهل الفن والموضة في الدورة الرابعة من عروض أزياء International Fashion Award. الدورة السنة دي جمعت مصممين أزياء من أكتر من دولة عربية زي مصر والجزائر والبحرين، واللي طبعاً دخلوا في منافسة قوية جداً. بعد نجاح 3 مواسم متتالية المهرجان International Fashion Award انطلقت دورته الرابعة بمشاركة 5 بلدان عربية، هم مصر والجزائر والبحرين والمغرب والسعودية. هدفنا من الدورة المهرجان دي بالذات ان احنا تنشيط للسياحة وترويج للسياحة بطريقة غير مباشر. بنحاول ان احنا طبعا تحت الظروف الاقتصادية بنمر بيها البلاد يعني، فاحنا بنحاول ان احنا نبقى على قد ما نقدر ان احنا نقدم حاجة تليق بمصر وبشعبها يعني. شارك في المهرجان باقة من أبرز مصممي الأزياء بالوطن العربي، وكان أولهم المصممة البحرينية ابتسام سليمان. مشاركتي هالسنة مختلفة عن السمر اللي راح، عشان قدمت الحين راح أقدم شيء مبتكر مختلف غيرت فيه. هي عباية الخليجية التراثية ولكن حاولت أقدمها بشكل عصري مختلف، وإن شاء الله تكون تعجبهم الحضور. ونافسها المصمم الجزائري كريم عكروف بمجموعة من التصميمات العصرية للقفطان الجزائري. تقاليد وأزياء جزائرية من التراث الجزائري ببصمة حديثة يعني فيها إبداع بنظرية كريم عكروف. والمرة دي أنا عندنا القفطان الجزائري، عملت ستايل جديد بتاع القفطان بلمسة حديثة، وكل طرز هو هاند ميد. وحضر الحفل كتير من مصمم الأزياء، كان أبرزهم المصمم العالمي هاني البحيري. بنقول إن مصر تبقى يعني منتج لمصممين أزياء جدد هايلين، مقر لمصممي أزياء عرب،
يجوا يعرضوا فيه زي بيروت وزي باريس وإيطاليا. ومن الفنانين تواجدت الفنانة وفاء عامر اللي بتشوف إن الفن والأزياء بتربطهم علاقة قوية. أنا كنت بدرس أزياء في المعهد، عندنا مادة اسمها أزياء، عشان ملبس شخصية عكس شخصية أو ملبس لبس غير مناسب للشخصية، ده شيء مهم جدا جدا. الأزياء مهمة جدا في حياة أي فنان، موضة عموما، إنك تقعد تتابع إيه الألوان الجديدة، إيه الديزاينات الجديدة، إيه اللي ممكن يبقى ماشي معايا. مثلا أنا واحدة من الناس بحب دايما أشوف إيه اللي ممكن ألبسه في السواري أو هحتاج له مثلا في أفلام أو مسلسلات، الحاجات دي يعني. وشارك بأعمال الدورة مصممة الأزياء العالمية أمية عزوز، رئيسة لجنة تصميم الأزياء وسفيرة الموضة العربية في باريس، واللي أطلقت أحدث مجموعتها من تصميمات الأزياء السواري. وبما اننا بنتكلم عن الموضه، خلينا نعرف مين هم المشاهير اللي اختاروا انهم يلبسوا فساتين زفافهم من فالنتينو. نيكي هيلتون حبست الانفاس بفستان ملكي بحفل زفافها من جيمس روثشايلد بعام 2015، وصرح فالنتينو وقتها بان الفستان مزيج من 3 خامات مختلفه تماما، العاج، الفضه والجير، وكان بيبلغ طول الفستان 3 امتار وبلغ سعره 77,000 دولار. أما ديانا أغران يلي اهتمت أنه يكون حفل زفافة غير عادي، فاختارت أيضاً فستان زفاف غير تقليدي جذب انتباه الجميع، فكان فستان نيود من الشيفون من فالنتينو فول 2016-2017 وبيتجاوز ثمنه 20,000 دولار. وبيرجع سبب اختيار ديانا لهالفستان تحديداً لاقترابه من البيئة العربية، وهي يلي أقامت حفل زفافة بالمغرب. فيما اختارت كيت أبتن فستان أنيق للغاية من فالنتينو جعل إطلالتها ملكية. أما جوينيث بالترو فأخيراً أفرجت عن أولى صور حفل زفافها من براد فالتشاب بأواخر سبتمبر الماضي. الصورة نشرتها لمتابعيها على إنستغرام ويلي بيتجاوز عددهم 4 مليون متابع، وتساءل الجميع عن دار الأزياء يلي صممت فستانها الراقي ليكتشف الجميع أنه من تصميم فالنتينو. فالنتينو منه اختيار النجمات والمودلز، فهو أيضاً اختيار لكثير من الملكات والأميرات حول العالم، ومن بينهم برنسيس مادلين أميرة السويد يلي صمم لفالنتينو فستان حريري منقوش بالورود بيبلغ طوله 4 أمتار وطول الفيل 6 أمتار. فؤاد عبد الواحد يفتتح حفلات القرية العالمية بدبي. طبعا هذه حملني مسؤولية. عودة هاني سلامة للسينما. كل ما اطلع فوق السحاب تنزليني سابع أرض. نصيف زيتون يتألق في حفله بلبنان. هاي آخر حفلة لها الصيفية إن شاء الله يا رب ببيروت. وفي دبي افتتح فؤاد عبد الواحد حفلات القرية العالمية تحت رعاية شركة روتانا، واللي استقبل الجمهور بحفاوة جديدة خاصة بعد نجاح أغنيته المصورة بني آدم. من المعروف عن فؤاد أنه ليه جمهور كبير في منطقة الخليج، خاصة من شريحة الشباب اللي أغانيه بتستهدفهم، وعشان كده هو قرر أنه يبقى في حالة تجدد مستمرة، وده بالفعل اللي عمله في أحدث أعماله. فؤاد عبد الواحد هلا القرية العالمية الافتتاح معك، في تردد أكثر ولا خوف؟ هو بيني وبينك أول شيء شرف كبير أنه أنا أكون في أولى حفلات افتتاح القرية العالمية، وطبعا هذه حملني مسؤولية وأكيد فيني خوف. ما كان في خوف إلى أنه كان سعيد جدا بالحفل وبتفاعل الجمهور معه، وقدم مجموعة متنوعة من أغانيه وغنى أيضا الله يا دار زيد بمناسبة يوم العلم الإماراتي. مساء الخير عليكم جميعا.
والله سعيد اني واقف في هالمسرح واني اشوف هالناس الطيبه. نرجع شوي ثروباك لبني ادم، عم بنشوفك بستايل جديد، ستوري بورد جديده، سيناريو جديد. نرجع كان في تخوف، هلا في فيدباك كثير حلو والناس عم تمدح، بس هالخطوه لفؤاد كيف كانت؟ صراحه بعد نقاشات كثير مع فريق العمل اللي احنا كنا فيه انه فؤاد انت لازم تكون مختلف، فكان في جرأة ان انا انزل بستوري بورد جديد، صورة جديدة، شكل جديد، يعني حتى كرياكشن، يعني ما راح اقول الممثل، بس انك توصل الفكرة في الفيديو. فؤاد بنعرف انه بتاخذ وقت في اللحن، في الاغنية ككل، بتستمع بتعطي كثير لاغانيك، في نفس الوقت عم بنعيش ترند، الاغاني سريعة. هي ارزاق، انا دائما اقول النجاح في اي اغنية هي رزق، ما تعرف وما لها مقياس ولا لها معايير، ومثل ما تعرفين في اغاني فترة معينة، يعني يا دوب يمر عليها شهر تكون ترند، بعدها يعني سقطت سهوا عن المستوى. وطبعاً سألناه عن ألبومه الجديد. آه الألبوم يا إلهام، الألبوم بإذن الله راح تكون يعني راح أكسر فيه شيء أنا كنت أتحدى نفسي، وإن شاء الله يعني أكون قد التحدي هذا ويكون الألبوم بالمستوى اللي أنا أتوقعه والمتابعين كله يكون متوقعين. يا وليدي يا نينا، يا وليدي يا نينا. وهل بيتوقع انه تكون في اغنية الحظ؟ يا رب يا رب تكون فعلا في اغنية الحظ، يعني اتمنى هالشيء. من جديد هيرجع هاني سلامة للسينما بعد اعلانه تحضيره لفيلم جديد بعنوان شر الحليم. العودة دي بتيجي بعد غياب لفترة طويلة عن السينما، لكن خلونا نتعرف على أبرز محطاته السينمائية في التقرير اللي جاي. عودة هاني سلامة للسينما في 2019 بتيجي بعد 8 سنين غياب من بعد آخر فيلم قدمه كان بعنوان واحد صحيح اللي قدمه في 2012، وشاركوا بطولته عمرو يوسف وبسمة ورانيا يوسف. طب يلا عم نخش بقى عشان ما عملهاش معاك، يلا. وهو اللي كانت بدايته في السينما مع المخرج الكبير يوسف شاهين من خلال فيلم المصير سنة 97، ومن بعده الآخر في 99. ولا حلمينا بالخلا. بعدها شهد عام 2001 تقديمه لثلاث أفلام مهمة في حياته، وهي فيلم أصحاب ولا بزنس والسلم والتعبان اللي شاركته بطولته حلا الشيحة. مع ذلك أنا عمري ما خنتك ولا حتى فكرت. لا بروف، كنتش عارف انها كبيرة بالشكل ده. وفيلم العاصفة مع خالد يوسف اللي تعاون بعدها معاه في عدد من الافلام الناجحة زي خيانة مشروعة والريس عمر حرب. جات لك جرأة تهدد اخوك يا هشام؟ انا من النهاردة ماليش اخوات. ده بجانب تقديمه لبعض الافلام اللي كان ليها طابع كوميدي، ومنها فيلم الاولى في الغرام مع منة شلبي ودرة. عايزك تفكر بحكمة يا متر، فكر برواقة كده وهكلمك بعدين. وبيحضر هاني سلامة لمشروع عودته السينمائي اللي اختار له اسم الشر الحليم مع المنتج تامر مرسي، منتج آخر أعماله التلفزيونية فوق السحاب اللي تم عرضه في رمضان 2018. المسلسل أخرجه رؤوف عبد العزيز اللي بيحضر لفيلم جديد بعنوان المدد، وعرفنا أنه رشح هاني سلامة للمشاركة فيه بجانب كريم عبد العزيز ونور ومحمود حميدة. بالتأكيد كل الجمهور هيكون في انتظار عودة هاني سلامة كواحد من نجوم الصف الأول اللي طال غيابهم عن شاشة السينما. تعبتيني، كل ما اطلع فوق السحاب تنزليني سابع ارض. ودلوقتي جه ميعادنا مع رسالتنا اليوميه من مهرجان الموسيقى العربيه، والنهارده معانا حفله رامي عياش وصابرين النجيلي اللي لاول مره بتجمعهم حفله واحده. واللي ما عرفوش البعض ان رامي قرر انه يخوض السباق رمضان القادم في الدراما التلفزيونيه بعد نجاحه السينمائيا، وده اللي اعلن عنه قريب من خلال تعاقده على مسلسل جديد مع المنتج صادق الصباغ. ده غير كده انه كمان اتردد بعض الاخبار في الفتره الاخيره انه من المرشحين للوزاره في لبنان، وده خبر بصراحه وقفت عنده وعلى رامي انه يوضح لنا حقيقه الموضوع. بداية الحفل
كانت مع المطربة الشابة صابرين النجيلي اللي قدمت فقرة رائعة من الأغاني الترابية القديمة. غنيت لشادية قولوا لعين الشمس، وغنيت أوعدك سعاد محمد، والحمد لله لقوا إعجاب الناس. برضو هو الفكرة من الغنى هنا مش الكم، هو بالفكرة، أنا وصلت الفكرة بس. واعتبرت كمان ان الوقوف على مسرح دار الاوبرا المصريه ليه مذاقه الخاص. الغنى في الاوبرا طبعا اول حاجه التزام، بيديني ثقه ان انا اقدر اكون نجمه يعني. اما مسك الختام كان بالتاكيد مع رامي عياش اللي كان سعيد بوقوفه امام جمهوره المصري وبخف الدله حب يعبر عن ده. وبدأ بأغنية بلادي والله عليك يا مصر. وحب كمان يوجه تحية خاصة لروح والدته اللي كانت مشاركة الحضور سابقا في أولى حفلاته بدار الأوبرا. أول مرة أجت حضرة المرحومة الوالدي كانت قاعدة هون، وكانت فخورة كتير، وكنت أنا فخور فيها كتير، فأكيد روحها معنا اليوم موجودة. وكعدت أسعد جمهور بمجموعة مميزة من أغاني القديمة والجديدة. بعد الفاصل ليلى علوي تستعيد ذكريات المصير. فيلم المصير بيعمل بهجة. الفنانة ليلى علوي كانت من أبرز الحضور في افتتاح الدورة الجديدة لمهرجان أيام كرداش السينمائية، وده طبعا لأن الدورة السنة دي بتحتفي بأفلام يوسف شاهين، ويمكن ليلى من النجمات اللي شاركوا أهم أعماله وهو فيلم المصير. بمجرد ظهورها بأيام كارتاج السينمائية خطفت النجمة ليلى علوي الأضواء بإطلالتها المميزة كالعادة. برضو من تونس، لأني أنا في تونس، سهير وسي الدرس وسيهام الميك اب. والإطلالة حازت على إعجاب الجمهور، وده ظهر في تعليقاتهم على الصورة اللي نشرتها على حسابها بالإنستغرام من حفل افتتاح كارتاج. واحتفاء المهرجان بالمخرج يوسف شاهين وعرض النسخة المرممة من المصير خلاها تفتكر ذكرياتها فيه. 97 كنا في مهرجان كان، أخذ الجائزة على مجمل أعماله، وكان في اختلاف شديد إن الفيلم ياخد هو البالما دور أو ياخد هو على مجمل أعماله. أرقص أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. فيلم المصير في ذات الوقت والحياة في كل وقت بيعمل بهجة وبوزيتيف انرجي لكل الناس اللي بتتفرج عليه. والبهجة دي كانت حاضرة تاني أيام المهرجان عند عرض الفيلم، والجمهور قابلها بحفاوة فردت عليهم التحية بالتونسي. عسلامتكم، بشكركم جدا جدا، وعايزين كلنا نقول علي صوتك بالغنى. علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكن أقوم بيها. ومن بعد عرض الفيلم تجولت ليلى علوي في شوارع كارتاج وكانت سعيدة بالاحتفال بيوسف شاهين. يوسف شاهين يعني مهرجانات العالم كلها وأيام كارتاج بتحتفل بذكرى
وبتحتفل بكل أعماله اللي أبدع فيها للإنسانية وللحرية. وأنهت ليلى علوي تصوير دورها بفيلم التاريخ السري لكوثر للمخرج محمد أمين، واللي بتنتظر عرضه في 2019. وفي لبنان التقى نصيف زيتون بمحبيه في كازينو لبنان، واللي متعهم بباقة من أفضل أغانيه. نصيف مشغول الفترة دي بتجهيز ألبومه الجديد، بالإضافة أنه بيحضر مفاجأة من خلال ديو بيجمعه بفنان تاني، بس هنسيبه هو بنفسه اللي يقول لنا مين هو الفنان ده. بإطلالة كلاسيكية أنيقة ظهر نصيف زيتون على المسرح اللي كانت مقاعده مكتملة العدد، وغنى مجموعة من أغاني وسط حماس كبير من الجمهور. هي تاني تالت مرة بكازينو لبنان، إن شاء الله يا رب نعمل حفلة حلوة اليوم. وللحفلة ده خصوصية عند نصيف للسبب ده. ايه الحفلة إيه خصوصية، هي آخر حفلة لها الصيفية إن شاء الله يا رب ببيروت، لنستقبل الموسم القادم الجاي إن شاء الله يا رب هيك على خير. الحفل جمع بين نصيف زيتون وهشام حداد اللي كان متحمس جدا للمشاركة على مسرح كازينو لبنان. الحمد لله هذه يعني جمعة صارت معتادة شوي، وحتى على هذه الخشبة أنا اليوم بركي، هذا حفلة 15 على خشبة الكازينو كازينو لبنان. الصرح العريق الأد كبير بيكون المسرح الأد شرع. وين بتقول أنت بتكون راس الطاولة؟ وورا فكرة الجمعة بين نصيف وهشام المنتج باسكال مغامس. أنا اعتمد على الكومبينيشن لأنه سبق وعملتها وكانت كتير ناجحة، ومثل ما شايف الحمد لله سولد أوت قبل منهار، وهذا بفضل دعمكم أنتو على السوشيال ميديا وبفضل محبة العالم نصيف ولهشام. صار عمري 30 سنة صار فيني أحكي بخدني على مش كفنان عتي، خدني كإنسان أنا مبسوط. تعرف شو، حتى لو أنا فنان هيك طلع اسمع التلفزيون بسطت وقت. صدقا أنا حابب أقعد بالبيت أنا والعائلة. هي عن تجربة خاصة عايشة نصيف خيانة صديق. ايه صراحة حسيت هيك أنا كذبت يعني. عدة قصص حكيناها إن شاء الله تنفهم بطريقة جيدة، وتابعونا على عربود. ولحد كده تكون حلقتنا خلصت، ما تنسوش تتواصل معنا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أو على روتانا.net. شكرا لمتابعتكم ونشوفكم في حلقة بكرة.